مناطق بين 200 ضربة عم بحكي عن الوجه، عن الجسم الوجه. ممكن يكون أكثر. نعم. لأنه يعني إجمالي عدد الجلسات شقد؟ إذا واحد ماكسيمم إنه شقد يقدر يسوي جلسات للوجه، جلسة واحدة دائما للوجه؟ هلا تعملي أنت جلسة للوجه، اوكي، فيك تعملي معه جلسة للعيون مع رفع الحواجب مع الرقبة. نعم. اوكي، فأكيد بيكون عم تستخدمي عدد ضربات أكثر. يعني إذا مثلا واحد راد يعمل العيون والرقبة بنفس اليوم ممكن هذا الشيء؟ أكيد أكيد أكيد. ما بيأثر، ما في تأثير، ما عم تعطي تخدير. نعم. فكتير سهلة إنه سهلة وبسيطة. سهلة وبسيطة. ووقتها طويل حسب، يعني إجمالا مثل ما حكينا إنه إجمالا الوجه مع العيون بياخدك بين النص ساعة والثلاث أرباع الساعة. نعم. إذا بدك تزيد الرقبة بتاخد ساعة. الساعة تقريبا. طيب هناك موانع معينة مثلا اجتي ليش فتحة لأنه رادة تسوي مثلا الوجه الوجه والرقبة، لكن اكتشفتي أنه هناك مانع يمنعها أنه تستخدم هذه التقنية؟ إجمالا إذا اجت المريضة عندها مرض جلدي، مثلا في أكزيما بالوجه، أو مثلا في تقبيل تسخون اللي بسموها الهيربس، أو في التهابات في البشرة، هذه ما بتعملي لهم. ما تقدر. نعم. ما مفروض تعملي اي تقنيه، يعني لا تعملي بوتوكس ولا تعملي فيلر ولا تعملي، اذا في ممنوعه تكون ممنوعه. طيب في اثار جانبيه للموضوع؟ اثار جانبيه في حال استخدمت بالطريقه المضبوطه؟ ابدا ابدا، ما في لا يوجد اي اثار. لا اثار جانبيه ابدا. في حاله استخدمت بالطريقه المضبوطه اكيد. نعم. فلذلك انه تستخدمي طريقه غير مضبوطه. نعم. اكيد اذا ما استمعنا للمريضه انه كانت الحراره كثير قويه، ممكن تعطي. ما نحن شو حكينا انه هالتقنيات او جميع التقنيات اجمالا اللي بتستخدم الليزر لتنشيط الخلايا او الراديو فريكوانسي او الانفراريد، هول هن التقنيات التي تستخدم لشد البشره. نعم. هيدول التقنيات كلياتهم يشتغلون على انه يعملوا بحدوث جرح للسب كلينيكي. نعم. بسيط لحتى لي الجسم يعطي السيجنال انه الأم فتنشط خلايا الأنسجة. نعم، انه يعطي الإشارة حتى تنشط الخلايا. مزبوط. وترجع تنعمل من جديد. فإذا هالتقنيات انعطى حرارة زيادة ممكن تأذي تأذي الخلية، تموتيها. نعم. أوكي، فلذلك الطبيب اللي عم بيستخدم هالتقنية أكيد بيكون عارف. أكيد. طيب دكتورة، يعني بأي عمر الأفضل إنه تبدأ المرأة إنه تستخدم هذه التقنية؟ من أي عمر؟ من عمر 20-30-40؟ أوكي، هلا هالتقنيات التجميلية كلياتها، من البوتوكس للفيلرز للترماج لكلياتها، هي تقنيات أنا دائما بقول درهم وقاية أفضل من إنطار علاج. طبيعي. أكيد. هالتقنية بكل الأمور. صح. بالتحديد هالتقنية إجمالا، إذا بدنا نحكي إنه نحن متى ممكن يصير في انخفاض. نعم، انخفاض. هي على عمر 30. على عمر 30. أنا بنصح إنه كل وحدة تهدي حالها على عمر 30 جلسة ترماج، وساعتها بصير كل 3 سنين تعملها. نعم. اوكي، هيدي ساعتها بتحافظ وبتمنع احتياجها لتقنيات اكثر. نعم. وما بتعود يصير الترهل ونسبه التحسن بتصير اعلى عندها. نعم. لانه انت عم تمنعي حدوث الترهل الزايد. هلا في حال هن المرضى الامثل اللي مثلا ما بتعملها كوقايه، هن المرضى بين تنقول ال 38 لل 60، هدول المرضى الامثل اللي بيتحسنوا بنسبه 40% ل 60% حسب. نعم. نسبة كبيرة تعتبر. هلا بالنسبة لنا هي نسبة كبيرة، ولكن في عدة عوامل بتلعب دور. صحيح. هل هي المريضة مريضة خارج انه ينعمل لها شيء، من معنى انه هل جلدتها مثلا نظام الغذائي، يعني نظام قديش متعرضه للشمس؟ برافو عليك، ما دام نحكي نوعيه البشره، نوعيه الغذاء، هل بتدخن كثير، في كثير عوامل بتلعب دور مثل ما. صح. سبق وقلتي بالاول. صح. انه نمط حياتنا بياثر، البولوشن اللي حوالينا بتاثر، الغذاء بياثر. نعم. الامراض والجو كله هذا بياثر. الاستعداد الوراثي كمان، الاستعداد الوراثي بيلعب دور كتير مهم. لذلك بتلاقي انه في بعض الاشخاص عمرهم بالعشرينات بتلاقي بتفكرين عمرهم بالثلاثينات، وبتلاقي ناس بالخمسينات والستينات حتى لو مش عاملين اي شيء بتعطيهم عمر اصغر. صحيح. لانه الاستعداد الوراثي كتير مهم. نعم. فاذا الوراثه هنا تلعب دور جدا. مزبوط. كبير. وكل ما كان وحده عارفه انه عندها استعداد وراثي مش كويس، يعني انه طلع خلفيه إيه اكيد ما بتعرفي من امك، ستك، خالاتك والى اخره، فبالتالي هالتقنيات بصير مفروض تستخدمها
مبكر تما توصل. صحيح أنه توصل لأنه هي أصلا يكون عندها دراية بالموضوع أنه تكون معرضة أكثر من غيرها لمثل هذه الأمور. مزبوط. طيب دكتورة غير الوجه ممكن تستخدم لليدين أو الرجلين هذه التقنية؟ أكيد هالتقنية تستخدم بأي منطقة فيها ترهل لأنه الجلد الوجه والجسم معمول من نفس الخلايا. صحيح. وبالأخص مثلا هلأ نحن بنستخدمها كيف مثلا نحن عنا مثل ما كان في بالروبرتاج شفنا تقنيات في تقنيات اللي هي للتخسيس مثل الزيرونا اللي هي نوع من الليزر لتدويب الدهون وإزالتها. صحيح. بعد تدويب الدهون ممكن يصير في ترهل بمناطق معينة. نعم. مثلا بأخص بالبطن أو على الهاش وبالأخص إذا السيدة أو الرجل متقدم في السن فلذلك بيصير المظهر ما حلو وما بدهم يعملوا عمليات جلحية. صحيح. فبنلجأ نلجأ لها نلجأ لهذه التقنية. نعم. طيب. مثلا أو للإيدين. إلى الإيدين يمكن هاي تعتبر من أكثر المشاكل من أيضا أكثر اللي تعاني منها سيدة بعمر معين أنه تصاب بالترهل وهذا الشيء أكيد رح يضايقها وبالأخص إذا مثلي ما بيحبوا رياضة والكثير مو بس أنت دكتوراني همين لا بلش رياضة أكيد يا الرياضة تعتبر أهم من أهم شيء من أهم الأمور وأكيد الرياضة لها كثير فوائد غير الفوائد الجمالية النفسية يعني. والصحية أكيد طبيعي. طيب دكتورة إذا أردنا أن نحط نوع من المقارنة يعني بين عمليات التجميل وبين هذه التقنية بالنسبة إلى النتيجة شنو حيكون الفرق بالنتيجة اللي رح نحصل عليها من خلال عمليات التجميل ومن خلال استخدام هاي التقنية؟ أوكي. هلأ في شغلة ما في شك منها إذا بلشنا بكير منك بحاجة العمليات جراحية أكيد نكون إحنا ماخذين الوقاية إذا بدنا نحكي نحن لسيدة ممكن تستفيد بهالتقنية أو بتقنيات عملية شد الوجه. نعم. مثلا أنا من الأشخاص اللي ما بحب أعمل شد وجه لوجه. نعم. ليش؟ لسبب بسيط أنه بعد ما لقيت عملية شد وجه. نعم. مع احترامي لكل الجراحين ببلادنا أو برا ما تغير شوي من ملامح الوجه أنا. نعم. بدي ضلني أنا. نعم. يعني ابتسامتي تبقى مزبوطة. نعم. زائد مثلا الجرح رح يكون في جرح. صح. هلأ جرح التئامه يختلف من شخص للثاني. أوكي. هلأ إذا سيدة بدها أنه تبين 30 سنة أصغر لا هذه التقنية مش لإلها. نعم. بس إذا سيدة بدها تكبر برقي. نعم. أوكي. تكبر بصورة بطيئة ممكن تستخدم هذه هي الأمثل لإلها. نعم. طيب. زائد أنه ما في إلى السلبيات اللي الجراحة. صحيح. الجراحة سلبية. أكيد تعتبر عملية وإحنا أكيد دائما نخاف من العمليات ورح نرجع نكمل معكم حلقتنا هذا اليوم من صحتك بالدنيا عن الجمال والتجميل والحفاظ على الوجه من الشيخوخة المبكرة وآثارها لكن الآن نروح وياكم إلى فاصل إعلاني. وهذه عودة معكم مشاهدينا نكمل وياكم عن موضوع حلقتنا لهذا اليوم من صحتك بالدنيا واستلمنا كل الاتصالات والأسئلة اللي وردت للبرنامج يعني رح نجاوب يمكن مو كل على كل الأسئلة يعني حسب ضيق وقت البرنامج لأنه الكثير من الأسئلة يمكن جاوبنا عليها خلال الحلقة لكن هناك كم سؤال رح نتوقف عليه مثل أو عند سؤال من أحمد من بغداد يسأل أحمد عن العلاقة بين الغذاء ونظارة وجمال البشرة. هلأ ما في شك الغذاء له أهمية كبيرة بالبشرة فلذلك غذاء متوازن كتير مهم زائد شرب المي كتير كتير مهم للبشرة. نعم احنا دائما نأكد على هذا. نعم. وكمية شرب المي مفروض تكون بحدود اللترين بالمي مينيموم لتر للتر ونص للترين بيكون كتير منيح. نعم. ليعطي الرونق والنضارة خلال اليوم يعني. خلال اليوم. نعم. أكيد خلال اليوم أكيد. طيب عندنا السؤال أيضا من خليل من بغداد يسأل أنه يعاني من حفر كثيرة في الوجه. حفر هل الحفر قد تكون ناتجة عن حب الشباب أو عن أمراض ثانية هلأ مثل العنقز أو يعني أو جدر كل حالة مرضية يعني حالة مرضية هلأ إجمالا التحفرات في البشرة هي لها علاقة بإتلاف بخلية الأنسجة لذلك نحن بنرجع نحث هالخلية ترجع تفلز مادة الكولاجين والإلاستين في تقنية الفراكسل هي أهم تقنية لمعالجة تحفرات في البشرة. نعم. طيب عندنا سؤال أيضا من بان من بغداد تسأل عن تقنية التيرمينال هل ممكن ترماج هل ممكن انه تجدد البشره ايضا هلا هي اجمالا انا من خبرتي الاخر 8 سنين بهالتقنية هايدي هي انه بتساعد اكثر على الترهل. نعم. ولكن كل المرضى اللي بيعملوا بحسوا انه بشرتهم صار فيها نضارة اكثر ولكن هذه لا تغني. نعم. عن استخدام برنامج اعادة الصحة الجلدية اللي هو دائم لتحسين البشرة
الدعم تحسين البشرة. نعم. فيعني والنضارة. طيب وعد من الديوانية تسأل عن تبييض البشرة ووسائل والكريمات اللي تستخدم لتبييض البشرة، تنصحين بها أم لا؟ أوكي. تبييض البشرة لا يجوز أن نحن نرجع لوننا أفتح من ما هو. هلأ في أدوية مثل المراهم الكورتيزونية التي للأسف بعد الحديث هلأ كثير من المرضى بيستخدموها لحتى يبيضوا البشرة، وهلأ لكن التبييض اللي بيصير ناتج عن استخدام المراهم الكورتيزونية هو